هيا 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 بينا، هيا راح الحال علينا، يلا 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 بينا، عجيب تستنى فينا، نكتب نقرأ نسمع ونشوف، الأرقام والحروف نمرح نلعب يا أطفال، بالألوان وبالأشكال، هيا بينا هيا بينا، هيا 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 بينا، هيا بينا هيا بينا، هيا 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 بينا. شوف شوف وش يهدروا، سوين طانغ يون وان أمي خربتو. لا قطون سا هذيك الصينية. إيه على بالي الصينية. قطوسة الصينية نتاع قهوة؟ لا الصينية نتاع الصينيات. لا تاع الصينيين. السلام عليكم الأولاد قطوسة، فكرونا فندي وانتم راك معانا، مرحبا بابا بيكم. واش راكم تسمعوا؟ تسمعوا الصينية. ايه عطيك الصحة، الصينية هي بالضبط. هاني قلتكم فكرون افندي الصينية. الفكرون اللي قالها لنا. وشكون حكيم؟ وشكون اللي يهدر في الصينية؟ لا ماشي في الصينية، راك تقصد شكون اللي يهدر الصينية، شكون اللي يتكلم الصينية. اللي يتكلم الصينية هما الصينيين، الصينيين يتكلموا الصينية وعايشين في الصين، فاهم؟ ايه فاهم. تليفون حكيم. يان هالو وخدت غود موي تانكي فال داخ داخ تطلعتر داخ حكيم واش كون تهدر هولندية؟ تعرف الهولندية؟ نعرف الهولندية شوية نسلكها. وين تعلمتها؟ تعلمتها في وحدي في الكتب ومشيت مرتين لهولندا. حكيم وفي هولندا وش يهدروا؟ في هولندا يهدروا الهولندية كما يهدروا في الإنجليزي يتكلموا الإنجليزية، في فرنسا يتكلموا الفرنسية، وفي الجزائر يتكلموا العربية. وليش تتكلم الهولندية؟ نتكلمها على خاطر حبيت نتعلمها، وتعلمتها كما تعلمت العربية والفرنسية والإنجليزية، لخاطر كل لغة زايدة اللي تعلمها فيها فايدة. وعلاش؟ وعلاش؟ هذا سؤال الأستاذ مختار، لأن الأستاذ مختار يعرفكم شيء. السلام عليكم أستاذ مختار. هلو شيء مومنت مومنت بونجورنو بروفيسوري مختار. السلام عليكم أستاذ مختار، جامعة بشار يهدر لغة كبار من الدار حتى المطار. أتفضلوا. سلام. فكرون وقطوسة وفندي حابين يعرفوا ما هي الفايدة كي نتعلموا لغة زايدة. قبل ما نجاوب مع السؤال نقول لكم ما هي اللغة. اللغة هي وسيلة لتخاطب والتواصل بين الناس، وكل مجتمع عنده لغة تاعو، وفي العالم كاين لغات كثيرة، بدون لغة يصعب التواصل. أيوة هاني قلت لكم. واللغة نستعملوها عن طريق الكلام، يعني النطق السلام عليكم هلو بونجور، أو عن طريق الكتابة. وكل لغة عادة عندها قواعد وحروفها وطريقة كتابة. وباش نتعلموا لغة بالكلام وبالكتابة لازم نتعلموا حروفها وقواعدها ونطقها. صح. وكل ما نتعلموا لغة زايدة كل ما يسهل علينا نتواصل ونفهم الشعوب اللي فوق الكرة الأرضية، لأن كاين لغات مختلفة هنا أو هنا أو هناك. أستاذ مختار عندي سؤال لك، شحال من لغة تتكلم أنت الأستاذ؟ كم من لغة أنا أتكلم؟ 1 2 3 4 5 12 لغة. 12 لغات. شتو كيفاش راه دار فايدات بزاف الأستاذ. شكرا شكرا.
الولاد حتى انتم تقدروا تتعلموا لغات كثيره كما انا. بصح اولا لازم تتعلموا اللغه تاعكم مليح باش هكذا تقدروا تتعلموا لغات اخرين. هيا السلام عليكم، ابيانتو، باي باي، اريو ديرتش، او في دارسين تطفيش، اصلا بروشيما افندم. استاذ يعطيك الصحة، نسعى ربي بسلامة، إلى اللقاء. بسلامة. هاي فهمتوا دركا؟ أنا فهمت. يعطيك الصحة حكيم. أيوا أفندم. أنت تهدر لغة كل لغة كل لا لا نهدر زوج ولا ثلاثة لغات بصح كاينة لغة حاب نتعلمها وشهية. هي اللغة الأمازيغية، لغة تاع جداتي. حكيم إيه نقولوا الماماني تعلمنا اللغة الأمازيغية. ماشي الأمازيغية الأمازيغية. أنا قلت الأمازيغية. إيه قلتيها صح. هاي هاي سقسي ماماني. هاي ماماني 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 How are you؟ وش راكي؟ How are you؟ أنا باش الحمد لله اشتيت الخير. هاني لبيك مماني مماني ها هبلا قال اني جاي يا سنة خليني انا ويت مينيت اني جاي مماني حاكس اسمح لي سوري واش حبيت اني نسمع فيك ماني اشترشا what do you want زعما واش حبيت مماني ازول ازول I'm happy معناتها اني فرحانة. اللغة ملاحة ودي كي تعلم لغة تعرف الشعوب. كي كنت صغيرة كنت راح نجيب الماء من البير. واحد النهار لقيت واحدة طفلة قلت لي بصح ما تهدر حتى كلمة بالعربية تهدر غير تماجخت. واحد ما يفهمها بصح أنا نفهمها على خاطر أنا نتكلم تماجخت. وعلمتها العربية ولا تتكلم العربية وتماجخت ولينا أحباب من هذاك الوقت. ما نتفرقوش وعرفت هي شكون هي بركاهم صاحبتي صديقتي هي حتى الآن بقينا أحباب. ولدي اللغة مهمة بزاف نعرف أوي دغروم وأوي دمان أوي دغروم إيه أعطيني الخبز أوي دمان أعطيني الماء قطوسة حابة تعلم الأمازيغية تحب تتعلم التماجغت تسند التماجغت تكلمين اللغة الأمازيغية علمك تليد واش راكي ايه ايه على بالي هيا دركا تعلمت زوج كلمات فيها بركة مرة جاي جيت نعلمك خلوني دركا نتعلم الانجليزي هاي شارو I'm having fun باي باي أزول مماني باي سلامة أزول أزول ها تعلمت لغة جديدة حكيم أنت تتكلم اللغات مماني تتكلم اللغات غير حنا حبيتوا تتكلموا لغة جديدة لغة جديدة حبيتوا نعلمكم لغة جديدة نعم لغة جديدة علمنا هولندية 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 هاي لازم تسمعوا خطر إذا حبيت تعلم لازم تسمع مليح هو خاطت هو خاطت قطوسة يعطيك صحة مرة واحدة درتيها قطوسة هو خاطت هو خاطت تسمى وش راك هو خاطت هو خاطت خرتوتت لا هو خاطط يا فندي هو خاطط فكرون فكرون هو خاطط هو خاطط هو خاطط هو خاطط وتقول خوت خوت سمعنا مليح هو خاطط واحد يقول لك هو خاطط في هولندا تقول خوت خوت هو خاطط خوت فكرون خوت خوت الو بطوسه سيشحاء أي زرع ينبت صباح الخير أي جيت عندك طلب خمسة أوجه المشيح وش راك هيا خلص مش خلص مازال ما طلبت لك ولو
لازم تخلص قبل ما تطلب. خلصك؟ اي لازم تسمع واش طالب منك. هيا خلص شويه. بسم الله. سي شحا سمعت باللي تعرف اللغات، على جال عندي واحد صاحبي يسكن في الهند. ايه نعرف اللغات. ايه عندي صاحبي يسكن في الهند. انت عندك صاحبك في الهند؟ عندي صاحبي. عمرك ما خرج من الدوار عندك صاحبك في الهند. ايه وسمعت باللي راك تعرف في اللغه الهنديه. نعرف الهنديه، نعرف السورديه، نعرف الجلابيه. اي طيب. تعرفهم كلهم؟ نعرف كلهم. ايوا ملا مزيه اكتب لي بريه بالهنديه لصاحبي هذا. ما نقدرش. وعلاه؟ خاطر رجلي مفلعصه طاحت من الحمار. مفلعصه حمار. ايه وجاب رجلك مفلعصه للكتابه تاع البريه. قلت لك رجلي مفلعصه طاحت من الحمار ما تفهمش. هي البريه تكتبها بيديك مش برجلك. شوف نعم البريه هذه لازم انا نديها. وعلاه تديها؟ نديها للسيد اللي نقراها له، خاطر البريه هذه لازم نقراها انا، الكتيبه تاعي انا غير انا اللي نقدر نقراها، فاهم؟ ورجع لكم فلاصه ما نقدرش نروح. راك فاهم؟ هاي ما فاهم والو سي شحال. انت ما تفهم فيها والو خاطر ما تعرفش اللغات. هيا روح. هيا رد لي دراهمي يا سي شحال. الاسبوع الجاي نكتبها لك. هيا روح الاسبوع اللي جاي. ايه الاسبوع الجاي. مش هاه عندك صعبه في الهند. لازم تجاوبني خوت. عرف هذه انا ثاني. اه ايه نعرفها من قبل. عمي العيد. اه تتكلم اللغات الاجنبيه؟ نتكلم اللغات الكل كل الهميه، حتى لغه الطيور انا نعرفها. لغه الطيور. سمعنا عمي العيد. واش نسمعكم؟ قلنا حاجه. شوفوا هذه. هذا الطير قال الطير واحد اخر روحوا نهاجروا، الاخر قال له انا جاي معكم. فكرون فكرون امريت. وهذه تعرفها؟ يوم ما سمعت والو. ايه ما سمعت والو. تسمعوا ولا خاطر هذا الطير عقول.